مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير لكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس. احنا الآن أمام شاب موهوب بالرسم وبغى يوصل رسالة أو مساج للسلطات والأطباء اللي كان عندهم دور كبير بسبب انتصار عفوا على جائحة كورونا بالعاصمة الإسماعيلية اللي تقريبا أسبوع وهي كتسجل صفر حالة، وآخر حالة كانت خرجت من المستشفى سيدي سعيد. يعني هاد الشباب بغاو يوصلوا ميساج ديالهم، رسالة ديالهم أو الشكر ديالهم للسلطات المحلية والأطقم الطبية بهذا اللوحة الفنية. طبعا بإمكانيات بسيطة لكن الصورة غنية عن التعبير، صورة أو لوحة فنية رائعة من إبداع شاب موهوب ابن مدينة مكناس أكدال. كيفما قلت بإمكانيات بسيطة لوحة فنية رائعة، هو الآن كيكملها أو على اللي كيصيب اللمسات الأخيرة ديالها. كيفضل أنه يشتغل بالليل دائما باش ما يكونش تجمع، باش ما يكونوش يعني باش ما يجوش الناس يتجمعوا ويخلقوا هكا تجمعات. هنا طبعا غنتقربوا منهم، غيتكلموا لنا على هذه اللوحة الفنية. نمشيو عند إسماعيل. اسماعيل هو الفنان التشكيلي ديالنا، مرحبا بك معنا على هذا البث المباشر. قول لنا كيفاش جاتك الفكره. السلام عليكم. بعدا بغيت نبلغ واحد الرساله، تنشكروا الناس اللي واقفين. السلام عليكم، معكم فنان كرعاني. تنقدموا لكم هذه اللوحه هذه، تنشكروا بها السلطات المعنيه اللي واقفه دابا. ارفع صوتك شي شويه اسماعيل. تنقدموا لكم هذه اللوحه هذه تنشكروا بها السلطات اللي واقفه ليل ونهار، منهم عامل النظافه، رجال الشرطه، الاطباء. صوتهم كيتسمع اكثر من صوتك، الله يخليك. واحد دقيقه الا ممكن تفضل. قلت لك تنقدموا رساله شكر للناس اللي واقفين قايمين ليل ونهار تيحاربوا هذا الوباء هذا اللي تنعانيو منو حنا كاملين. قدمنا لهم هاد اللوحة هادي زعما تنشكروهم فيها، تنبلغو لهم زعما الشكر باش نتمنو ليهم على داك المجهودات اللي تيقوموا بها ليل ونهار. وفي نفس الوقت حنا شباب ديال حي أكداب كنا تنقومو بمبادرات قبل من هاد اللي جينا الفكرة بأننا نرسمو الجزائرية وهادي. كنا تنقومو فاصلتي شوية اسماعيل. كنا تنقومو ب عمل تطوعي، كنا تجمعنا حنا دراري ديال تبارك الله ديال الحي أكدال. الفكره جاتنا اننا بغينا نديرو فكره جاتنا باننا بغينا نديرو مساعد، قدموا مساعده للناس اللي محتاجين اللي ما فحالهمش. دونك جمعنا بينا تندورو للناس نعقمو لهم المنازل ديالهم. يعني كنتو كتقوموا يعني كنتو كتقوموا باعمال واحده اخرى قبل من هذه، كنتو كتعقموا كتحاولوا انكم تساعدوا الناس. كنقولوا للطيور تنعقموا لهم في سبيل الله اللي عاوننا، هي هذيك اللي ما عاوناش. المهم الفكره ديالنا هو اننا نديرو قفيفات للناس اللي محتاجين. واخا تكلمنا على هاد المبادره على اسمحي لي، تطورات الفكره، تطورات قلنا شنو خصنا نساليو فسالينا داكشي. قلنا غنرسمو جداريه باننا غنشكرو السلطات وغنشكرو كاع الناس اللي قايمين بالطور ديالهم والناس الشرفاء اللي تيخدموا البلاد بقلبهم وبالروح الوطنيه ديالهم. وهذا هو ديالنا. شكون اللي كاين في اللوحه؟ كاين في اللوحه داك الكبار، كاين اول حاجه رجل النظافه، رجال النظافه هما تنقدموا لهم شكر كبير. يعني كانوا ملقبين في جائحه كورونا بمهندس النظافه. مهندس النظافه مذكر راه هما تيتعرضوا للخطر وكذا، هما تيهزوا زبلنا حاجه الناس وتنقيونا وبزاف الحوايج، يعني هما مددين بنسبه كبيره. تنقدموا الشكر عاوتاني لرجال الشرطه، هما تبارك الله راه مساكن راه ليله يلا ديال ونهار قايمين بالواجب ديالهم الوطني. تنقدموا الشكر هادو المرتبة الأولى في الصفوف الأمامية ديال هما الأطباء اللي مساكن ولادهم ما تيشوفوهمش، من الطبيب اللوطيل من اللوطيل للطبيب وليلة الله. شنو كتقصد بهاد الصورة هادي الوسطانية؟ هادي بحال تقولي لوحة فنية، هادي في نفس الوقت عندها معنى ديال بأن المعنى راه باين بأن راه هما حاضنين البلاد وخايفين عليها وحامينها. وهذه الفرمينية حتى هي يعني من هنا ومن هنا، يعني
هاد الناس هادو هما اللي عليهم الاساس. فهمتيني راه داير زعما الفرنيه وقبل زعما يعني هاد الناس هادو هما اللي تيتقاتلوا هو داير واحد دين واحد الحمل كبير. خلاص القوات المساعده السلطه هادي حتى هما تيقوموا بالدور ديالهم وتبارك الله عليهم هما راه ليل ونهار تيدوروا على عباد الله باش يشوفوا واش الامور مضبوطه واش عباد الله دايرين الحجر الصحي وتبارك الله عليهم حتى هما تنقدموا لهم الشكر من هنايا. رجال اليقاظه هادو الناس ديال التعقيم والناس اللي تيقوموا بالعمل اعمال تطوعيه اللي كنا منهم حنايا ومنهم بزاف ديال الشباب في المغرب حتى هما تبارك الله عليهم حتى هما ما نسيناهمش. وحنا خلاص عندنا الحياه شويه في غير ما بزاف كاينين بزاف اللي نسيناهم ويسمحوا لنا. حنا المهم الهدف ديالنا من هاد طبعا لو كانت هو اننا داكشي وطني باننا نهار احتاجنا الوطن تبارك الله راه لقينا هادو كاين الشعار ديال المملكه المغربيه كاين تنصر الله ينصركم بان هذا الشيء راه في الوطن ديالنا تبارك الله الحبيب وحنايا واقفين حتى حنايا ودرنا المجهودات ديالنا اللي داكشي اللي قدينا عليه. هنا واخا قبل ما نوصل الميساج هذه هي يعني كتشكر بها المواطنين اللي التزموا اللي كان عندهم الفضل في نفس الوقت درنا المواطنين زعما بانهم ملتزمين بالحجر الصحي وخا تشوف فيهم مقرب كذا ولكن هو هي لوحه بحال جات تقولي مجازيه زعما واخا متقاربين زعما ما دايرينش الحجر الصحي ولكن فهمتيني تعبير الناس راه دايرين لوحه ديالهم وهادي وتبارك الله زعما راه حتى هما قايمين بالدور ديالهم. هذه السيده اللي سولتك عليها هذا بحال درنا لوحه في الدنيا هذه تعرفي ديرها في الشيء هذه كما قلتي لي هي داك المواطن هذاك المواطن اللي كان كيقول ما كاين لا كاين لا كورونا لا والو والحمد لله الناس كذب هاد الناس كاملين كيف ما قلتي لي. هنا حاولتي انك تطرق للجوانب كامله نمشيو للشعار. شنو كان الشعار؟ الشعار هو وطني هو وطني من الدرجه الاولى هو الهانشيت كما تشوفي على الوطن هو الانتماء والوفاء والتضحيه. كنا غنديروا هنا نجمع المغرب زعما ناس المساحه والوطن هو القلب هو النبض ونحن فيه. الوطن هو الانتماء والوفاء والتضحيه. الوطن هو القلب هو النبض ونحن فيه. تبارك الله عليك اسماعيل وطني يعني اسماعيل هاد اللوحه التشكيليه شحال استغرقات لك ديال الوقت والفكره كيفاش جات؟ حنا الفكره تكلمنا عليها شحال استغرقات لك ديال الوقت؟ افكار بزاف وكل فكره تديروا لها بلاصتها والوقت هو تقريبا المده ديال اكثر من 15 يوم حاشا كان رمضان وكنا تنجيو مور العشاء تبارك الله تنبداو وتنجيبو المهم حتى للصباح هكا على حساب كل فكره تنبغيو نعطيو ما بغيناش ما كانش عندنا شي تصميم يعني باش غنبداو ديريكت ونساليو دغيا. كنا كل فكره تنقلبوا لها على بلاصتها ونشوفوا واش غتجي ولا ما غاتجيش وهادشي اللي كاين. خلاص هنايا عاوتاني درنا التراث ديال مدينه مكناس اللي هو باب منصور باش يعرفوا الناس بان هادشي راه في مدينه مكناس. باب منصور عرفنا باش يعرفوا الناس بانها هنايا كاينين هنايا كاينين بعض المواطنين اللي كيقول لك يعني اللي كيشتغلوا في اداره السجون والسائقين المهنيين وبزاف ديال المهن اللي ما كايناش هنايا. شنو تقدر انك تقول لهم يعني المهن اللي هي اشتغلت ولكن ما قدرتيش انك تنقدم لهم حتى هما الشكر كبير وتا ماشي غير انا راه الشعب كامل تيقدم لهم شكر كبير. الناس اللي واعيه وعارفه بحقهم راه هما تيقدموا لهم شكر كبير. انتوما يعني كيدخلوا ضمن المواطنين اللي التزموا المواطنين اللي ملتزمين وسمحوا لنا حيت ما لقينا لكمش البلاصه يعني حتى الصحافه ما لقيناهمش ولكن الاعتذار مقبول نتعذروا منكم وهذا هو زعما يعني تبارك الله عليك اسماعيل. لوحات هي معبره شي شويه بالرايه ديال المغرب وشويه الالوان. احنا مدينه متعدده الثقافات ومتعدده. بالنسبه للصباغه كنت من المالك الخاص كيفاش شرح لنا؟ لا الصباغه كان واحد السيد اللي تنقدموا له شكر كبير اللي هو عبد الغني السني صاحب شركه الصباغه هو اللي كان تيقدم لنا هادشي من متطوع معنا وقدم لنا الصباغه
بدون تأمان يعني مجانا، عطاكم صباغه فابور غاد ضرب الدارجه تكلم. عطانا صباغه فابور وهادي وديما واقف معنا ليل ونهار حتى هو تبارك الله عليه مسكين دابا راه غير مشى يدي واحد الواجب يا خيري والله الا كان غيكون معنا دابا. كثر الخير ديال المحسنين كاملين وهذا الشيء خلاص معروف على مكانته. شكر كبير وديما تيقول لنا الا خصاتكم شي حاجه نجيبها لكم، ومازال دابا عاد كان معنا دابا غير واحد 10 دقائق وباش مشى قال لنا الا خصاتكم شي حاجه جاب لنا الصباغه تيجيب لنا اي حاجه تيتصل بينا. باش نخدموا ليه شكر كبير كبير زعما ما يتوصفش. تبارك الله عليك اسماعيل، قدمنا اكثر من جهدو راه الا جيتي تحبي صباغه شحال ثاويه راه جوج الناس وما يقدوش عليها ولا ثلاثه. هذا الشيء راه هيك والو، هذا الشيء راه هنا تجي باش كتفيني، هذا الشيء اللي كتفيني من الاول راه شحال من حاجه مشات الكوره عاد راه مازال غنصبغوا هذا جواني بلا بلا. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي للتذكير، احنا الآن كنتواجدوا مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس حي أكدال، حيت كنشوفوا أنه لا أنا غادي نعطيك كلمة، كنشوفوا أن الشاب موهوب اللي بغى هو، وطبعا بالفضل ديال الأصدقاء اللي كانوا كيأزروه وكيعاونوه وكيقدموا له المساعدة. الآن نشوفوا منهم هذا الصديق اللي غادي يعرفنا على راسه، كذلك غيتكلم لنا على هذه اللوحة الفنية شنو كتشكل ليه وشنو كتعني ليه. السلام عليكم. المهم معكم رفع صوتك شي شويش مهدي، خليك كتشوف فينا هنايا. مرحبا، شوف فيا هنايا. مرحبا زي مهدي. لا 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 امرك. شنو كتشكل لكم هاد اللوحه الفنيه؟ هاد اللوحه هادي تتشكل لنا اختي. الله يخليك الله يخليك الله يخليك، انسالي وعاد كمل مع الله يجلس ليا. تفضل اختي. هاد اللوحه تتقدم لنا هنايا كشباب متطوعين اللي معنا لحقاس رحكا اسماعيل، هضر على كل شيء بلا ما نزيد نعاود انا نهضر. حنا كشباب متطوعين درنا في الاول تعقيم حق من المنازل للناس اللي ما عندهمش، الناس اللي عندهم المهم بغاو يساهموا، درنا قفيفات للناس الحمد لله فرحنا شي. الله يخليك سير ليها باش ما سير ليها باش ما سيد شاف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مرحبا سيد. الحمد لله فهمتيني، جمعنا واحد البركه شي فرحنا واحد 40 عائله ولا 50 الحمد لله داكشي اللي بغينا. وكيما الفكره جات حنايا كشباب اصلا حنا كجروب مهم ولاد الموفمون غيفهموني ما عليناش. الصوره لاله تتعني لنا هذا مكناس، باب من الصور الغني عن التعريف اللي معلمه تاريخيه في تاريخ المهم مولاي اسماعيل العلويين. هذا عامل النظافه تلقاوه من تنكونوا حنا صرنا في السماء وتنساليو في الصباح من تنكونوا غاديين بحالنا لديورنا في رمضان. هذا هو الاول تلقاو هادو السلطة معرضين الخلاص راسهم للخطر، تروا باغي لنا الخير تيقولوا الناس دخلوا بحالاتكم وهادي حيتاش باغي لهم الخير ومتضررين هما غيمشيو يديو الوباء للديور. يعني بالفضل هاد الناس هادو حنا كنشوفوا ان مدينة مكناس تحولات من بؤرة ديال انتشار الفيروس الى شكر هاد الناس هادو وبالشكر ديال هاد الناس خلاص الاطباء. واللي بغيت نشرح لك اختي مزيان هاد الصورة هادي فيها ميساج، فيها ميساج كبير. شنو هو؟ انه هذه كما تنقولوا حنا القابله والمملكه المغربيه كمثلا كبابي كما تنقولوا صغيور وحامينو هاد الناس هادو كامل. حامينو هاد الناس هادو كامل كما تنقولوا هاد الاشخاص اللي كاينين هنايا هادو الشعب فهمتيني، واللي يقول متقاربين ولا راه ما متقاربين راه صوره ثلاثيه الابعاد راه كلها وفينا هو فهمتيني. وهاد السيده هادي من دوك الناس اللي تيقولوا ما كاينش هاد كورونا وما كاينش هادي وما كاينش، المهم دوك نظريات المؤامره من الناس. تتشوف هاد الناس زعما مستغربه زعما علاش هما دايرين الكمامات فهمتيني، يعني هادوك ما هادي من دوك اللي ما بغاوش يلتزموا ما بغاوش يلتزموا. وهاد الصوره هادي خلاصه المهم هاد الصورة هادي من كيما تنقولوا من الفن ديال الفنان اسماعيل فهمتيني، يعني هو قراها انه المغرب هو فيه ساعة صورة تشكيلية فنية فهمتيني محضة محضة فهمتيني. المغرب راه البحورة والجبال والصحراء. شكون اللي فكر في هذا الشعار هذا؟ الشعار هذا اولا شكون هو صاحب الشعار؟ فكرنا فيه فكرنا فيه الشعر كامل. لا الشعر الوطن هو الانتماء، الوطن هو السيد عبد الغني السني هو اللي عطانا هذا الشعر. وكنا غنديروا شعر وطني تقريبا في نفس الصيغه هو جبنا عجبنا. المهم حنا المهم حنا جروب جمعنا المهم اتفقنا عليه صافي جاني في الصامت. الوطن هو الانتماء والوفاء والتضحيه. الوطن هو القلب هو النبض ونحن في ذلك.
لا كان شعر رائع تبارك الله عليكم. اللي بغيت نقول لك اختي الفكره منين جات ديال هذا الطابلو هذا. الفكره جات من واحد الدراري اللي هما من انا هذو الا ما قلت انا اسماعيل واحد الاشخاص راهم ما كاينينش سي عادل بوريحو واحد الاشخاص من المجموعه ديالنا القديمه. المهم غادي يفهموني اف في ار 10 جايه اليوم كاملين هما مالين هذه الفكره. تبارك الله عليك شكرا لك بزاف. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنتم الان معنا للتذكير بالنسبه للي عاد التحقوا بنا مباشره من حي اكدال. كنشوفوا انه هذا الشاب موهوب بامكانيات بسيطه دار لوحه فنيه رائعه كتعبر او كيعبر بها هو والشباب اللي ساعدوه. الشكر ديالو للاطقم الطبيه رجال الامن الوطني السلطات المحليه رجال النظافه يعني القوه المساعده لكل من موقع وكذلك حتى المواطنين اللي التزموا وبقوا في المنازل ديالهم باش قدرات مدينه مكناس تنتقل من بؤره انتشار الفيروس الى مدينه تنتصر بدون او بصفر حاله لحدود الساعه. ونتمنى تبقى هذه هي النتيجه هي الاستمرار. نحاولوا اننا ناخذوا صوره من بعيد باش تتضح لنا اكثر. لا خليك لا رجاس رجاس غير الكلام بقاش كيتسمع الصوت هنايا. كيف ما قلت مشاهدي قناه شوف تي في انها امكانيات بسيطه كانت لوحه فنيه رائعه كتعبر على الشكر او بغاوي هاد الشباب من ضمنهم سي اسماعيل اللي هو شاب موهوب بامكانيات بسيطه قدر انه يدير هاد اللوحه الفنيه الرائعه باش يوصل لواحد الرساله شكر حب اخلاص لهاد الناس او رجال الامن الوطني والسلطات رجال النظافه اللي كانوا في الصفوف الاماميه فاش كان الصفوف الاماميه مع انتشار فيروس كورونا. اذا الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نقول لكم دمتم بالف خير. ولكن قبل ما نختمها رسالتك الاخيره. رسالتي الاخيره هو نطلب من الله سبحانه وتعالى هو يرفع علينا هذا الوباء هذا والانسان الناس زعما بصفه عامه يراجعوا شويه نفسهم راه في نفس الوقت راه تيتسموا ايه الله. هذه هي الرساله اللي بغيت نوجه واللي فيه شي حاجه يحاول يبدلها ويرجع شويه لطريق الله شويه يكون يزيد القدام يحاول يزيد القدام يدفع الخير ما يبقاش الانسان ديما سلبي وديما. المهم هذه الرسالة ديالي ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا ونكونوا خوت ونبقاو ديما هذا الوباء هذا حسسنا شويه باننا راه خوت ونتبارك تبارك الله. حنا شعب المغربي تنتعاونوا بعضياتنا فيما تبان شي حاله الناس تينوضوا تيتعاونوا وحنا معروفين تبارك الله بالكرم وبالجهد. هذا الشيء فينا هذا خصال فينا تنتمنى يبقى هذا الشيء يزيد يتقوى ويزيد يكبر وربي يرفع علينا هذا الوباء هذا ونخرجوا شويه للحياه العاديه ديالنا ونزيدوا القدام ونزيدوا ببلادنا ونزيدوا ببلادنا وبالحي ديالنا وباي حاجه اللي ترفع. نتمنوا الخير للجميع ونتمنوا الشفاء العاجل لباقي المصابين وترجع المياه الى الافضل ماشي الى المجاريها. اذا مشاهدي قناه شوف تي في قبل ما ننهي شنو رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره اختي تنقدم الشكر لهاد الناس. خليك واقف ما تبقاش تحرك بزاف. تنقدم الشكر لهاد الناس هادو كاملين منهم اولا سيدنا الله ينصرو الله يخليه لينا اللي وقف معنا وقفه ما وقفوهاش دول اخرين اللي عظمى مع الشعوب ديالهم وفضل الشعب ديالو على الاقتصاد. واللي بغيت نقول هو نتمنى من الشباب المغربي كامل فهمتيني ماشي مكانسا ولا رباطيين ولا كازا ولا سلام نتمنى من المغرب من الشباب المغرب كاملين يديروا يكونوا فهمتيني يد في يد يتضامنوا يبغيو حنا نبغيو غير يديروا بحالنا فهمتي غير يديروا بحال يبانش المغرب الا كان داروا بحالنا راه حتى واحد ما غيتخص. حنايا الحمد لله الحي ديالنا ما تخص منه حتى شي واحد فهمتيني. اللي بغيت نوصل هو كان كلشي كان دار بحالنا والله حتى مغربي ما يبقى بالجوع ولا شي واحد يتأذى بشي حاجه اللي ماشي. بما انك قلتي درتي بحالنا شنو وضح لي شنو درتو؟ شنو درنا؟ درنا التعقيم عقمنا الطيور عاونا الناس ما خلي عنده يعني مساعدات غذائيه المساعدات الغذائيه عقمنا المنازل برودوي فهمتيني اللي هو غالي بزاف اللي ديال الافريشه والملابس فهمتيني.
يعني درنا بزاف الحوايج اللي نتمناو كون كانوا داروهم في مدن اخرين وفي احياء اخرين الناس كون راه ما ي... ما اش نقول لك ما يبقى حتى شي واحد نقولوا بالجوع ولا شي حاجه شي مضره. نتمنوا الخير للجميع نتمنوا الخير للجميع اش نقول لك الله يرفع علينا هذا يا رب العالمين. تبارك الله عليك شكرا. باقي يضيف شي حاجه؟ بغيت نضيف واحد الحاجه هي انه اختي احنا هذه الجداريه هذه درناها في المهم هذا راه الحمام ديالنا المهم وبغينا اللي بغيت زعما يعطي شي جدار عنده في شي بلاصه نديروا يعني هنايا اجمل يعني باقي هنا نتوما باقي يعني بحق اسماعيل انه هو الرسام كاين انه بقى عنده باقا عنده الطاقة انه يرسم باقي انه يبدل الحي ديالو هو خصو يمكن خصك غير شويه ديال المساعده من ناحيه ديال الدعم ديال الدعم الناس ومن ناحيه فين غنرسموا هذه حنا ما غاديش نبقى حنا ما غاديش نديروش حاجه اللي خايبه حنا غنخدموا غير فورا دوينه وتنديروا تنضيفوا واحد الجماليه الحي ديالنا والجماليه للناظرين اللي غيدوز غيشوف شي حاجه زوينه غادي يفرح شويه. المهم دابا السيد هذا المهدي هذا الله يحيط هذا التعابر ديالهم حيت هذا الحمام حد ديال الحمام ديالهم وعطانا نهار بغينا نرسمو ما بخلش علينا ما قالنا لا هادي عطانا قالنا نرسمو وديروا اللي بغيتو والصباغه نخليوه عنده في الحمام نهار تنبغي نبدا فين كان المهدي تيجي مسكين تيوقف معايا يمثلي يعاونني شال الصباح نهار على اخوه المده دي تقريبا ديال 16 يوم. انا كنتمنى انهم يكونوا ناس اخرين بحال المهدي اللي عطاكم كما كتقول هذا الجدار ديالهم في نفس الوقت عطانا اليد ديالو كمساعد وهذا الشيء اللي كان وهذه الرساله هذه تنتمنى توصل للناس هما ويتنوضوا هما يخدموا بلادهم ويخدموا الاحياء ديالهم وينقيو الاحياء ديالهم ولا بان لهم شي مساعده يقدروا يديروها مع شي واحد اللي محتاج يعاونوه ان شاء الله هكا غنكونوا يد وحده وماشي شي واحد فينا ما غيتخسر ان شاء الله باذن الله. شكرا لك اسماعيل مهدي شكرا لك انت كذلك تحيه لكم مشاهدي قناه شوف تيفي. الى هنا قبل ما غنهي غادي ندير تذكير اننا نحن الان كنتواجدوا مباشره من العاصمه الاسماعيليه من حي اقدان احد الاحياء الشعبيه اللي كنشوفوا ان الشباب ديالها من ضمنهم اسماعيل قام بهذه اللوحه الفنيه كيشكر فيها السلطات المحلية وكذلك الأطباء ورجال النظافة رجال الأمن الوطني الكل يعني من ساهم في نجاح أو خلى مدينة مكناس تنتصر على فيروس كورونا من بعد ما كانت هي بؤرة انتشار الوباء. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي تبارك الله عليكم. تحيه لك ايوب من فاس مرجله حمودة القايزي محمد بودخان وصلاح القلموسي تحيه لكل متتبعي قناه شوف تيفي وامسيه سعيده للجميع. نختمها هنايا.